المعلومة دي بصراحة بدأت بموقف طريف، فكنت بتكلم مع شخص متعلم وبقول له أنت عارف طبعا عرفات، رد عليا رد عمري ما توقعته وقال لي أيوه عرفات بتاع الحمام. فقررت أعمل معلومة بسيطة تذكرة للناس بأهمية هذه المنطقة المباركة، أولا بمناسبة حلول موسم الحج، اللهم يسر للي ناوي الحج السنة دي وتقبل منهم بفضلك وكرمك يا رب العالمين، وإن شاء الله ربنا يكتبها لكل مشتاق لأعوام الجاية بإذن الله تعالى. من أهم مناسك الحج الوقوف بعرفات، وأكد على كده الرسول الكريم لما قال الحج عرفة. لكن ايه اهمية جبل عرفات في تاريخنا الاسلامي والبشري علشان يكون واجب على كل حج الوقوف بيه لاستكمال مناسك الحج ولا يسمح حتى بتوكيل شخص اخر زي بقية المناسك؟ الموضوع ان امنا حواء نزلت في افريقيا وسيدنا ادم نزل في الهند واتقابلوا في عرفات ولذلك سمي بعرفات، فكان ادانا ببدء الحياة البشرية على سطح الارض، ومن هنا جاءت اهمية المنطقة دي. نصيحة اخيرة لوجه الله، لازم نجتهد بقدر الامكان في دراسة ديننا كويس ونفهم معانيه وأهدافه السامية علشان نكون مسلمين بحق مش بالبطاقة بس.